ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. طبعا يا جماعه انا كنت قاعده لقيتهم كلهم جايين يفاجئوني عشان عيد ميلادي. كل سنه وانت طيبه يا حبيبي. امال يعني نيجي ناكل بس؟ نيجي تاكلي بس ايه؟ لسه ما عدتلكيش حاجه تاكليها. كل سنه وهي طيبه وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. طبعا يا جماعه ماما مفاجئاني وجايبه لي تورتايه وفروحه وديده جايبه لي شوكولاتات ونص اختي جايبه لي برفن. بجد والله العظيم انا احنا اتفاجئنا يا جماعه. ليه يعني ايه؟ اتفاجئت ان هو عيد ميلادي. لا مش انت ما كنتش تعرفي؟ انت ما بتكلمش. لا ما كنتش عارفه. هو انت مش امبارح عماله تنزلها ستوريهات اصلا؟ اه يا جماعه بالنسبه لي استنى استنى نور على فنزاتي. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. بس كنت بقى بكرهت البتاع دي. على فكره بكره برضه المقدمه دي. كل سنه وانت طيبه يا بنت. بعد سكتتني. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. قولي تاني. بصوا يا جماعه انت قرشنا لمين يا بنت؟ لدودو. دي اكتر اثنين قرشنات في العيله. انا وديده قرشنات. احلى حاجه في عيد ميلاد ندى بتاع السنه دي ان القمر معانا جوليا. جولي بس هي نايمه. بس انا عايز اسالكوا سؤال، هو احنا ليه عيلتنا كلها سخان؟ ليه بقى؟ انا اللي فيهم رفيع. بس دي يا جماعه قرشانه. عبد الله دايما يقول لي هي فريده عشان دي بصوا ما تسيبش حقها ابدا. بصوا انا بحب قوي يا جماعه لما نكون قاعدين كلنا مع خالاتي وكلنا كده احب دي الشكل مع العيال عشان اتفرج عليها بتعملي فيهم ايه. اقسم بالله بتقوم بص خلاص مسكتني في الشماعه. منوراني يا ماما وشكرا على المفاجاه دي يا ماما. مزون طيبه يا ندوه. يا جماعه اتاخرت كل ما اكلمها انت فين يا ماما بجيب حاجه. انا عايزه ايه الحاجه وجايبه لي شاور وجايبه لي ايه وريني البتاع دي. مزون طيب يا جماعه. جايبه لي ايه اللي هي بتاع هابي بيرثدي. يلا فايتك واحده. يلا هابي بيرثدي. الله الله انتوا جايبين لي دي بحب دي قوي. شكرا يا ماما. العفو عنك. ما هي دي. لا بجد هاخد. خالته عرفتي يا ماما تليفونك حابب قلبك وقع. بصوا يا جماعه عايزه اقول لكم ان كل عيد ميلاد هي اللي بتفتكرني. هي والبنت ده وانت يعني. هي اختي والله العظيم. والله العظيم وفريده وفرح. يعني بدل عيد ميلادي اللي فات كنت جايبين لي شوكولاتات وكنت في الشقه دي. كنت اتجوزت. كنت اتجوزت. كنت بتقولي يا فرح كان بعد فرحك بكام يوم؟ باقل من شهر كان عيد ميلادي. بعد فرح على طول. متجوزه في 6 صح؟ كان بعدها على طول. كنت مش هكمل بقى الراوتر. بصوا يا جماعه اللي عنده سر اللي عنده سر يقعد الفرح عندنا هناك وضعت كل اخبار. بصوا يا جماعه حصل موقف بينه وبين عبد الله موقف بس كده شكل عاديه. فخالته كانت بتصلح امبارح عشان يجملنا في جمهور كده بدك التفاصيل. اللي عنده سر يقعد. عارفه انا النهارده عشان كان امبارح 19 يعني قلت سيحت بقى. قلت لمين بقى؟ قولي انا دي. لا ما ينفعش اقول اسمها. انا ايوكم تميم وتميم يا تميم. احنا نفتشنا ازيك يا ام تميم؟ استنى عايزه اقول يا ام تميم. يا تميم يا تميم. لا ام تميم ستر وغطى علينا عادي. ام تميم عادي نادي عادي. الله يا ماما. يا جماعه جايبه لي دي هابي بيرث داي. التورته دلوقتي صارت التورته كده ماشي اجيبها لكم. هابي بيرث داي تو يو. بقى عندي كام سنه؟ 15. بقى عندي يا جماعه هو انا بقى عندي كام؟ 25؟ لا 26. لا 25. بقى عندي 25. بقى عندي 25 يا ماما. كبير بالعمر الهجري. اقعد اشرب الصغار يا جماعه معلش. صوري بقى من دي كده صوري. بس احنا كنا قاعدين فلقيت بابا حبيبي داخل لي بدي. فعايزه اقول له شكرا جدا بس هو مش عارف ليه هو ما قعدش. هو ما قعدش. فتعالوا نفتحها مع بعض يا جماعه. ده عيد ميلادي. الله 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 يا بابا. استني استني يا روحي. استني بس كده نكرر. طب ده جايب لها حرف ان يا روحي يا بابا. بجد جايب لها ايه؟ طب ما انت يا ماما بابا رومانسي اهو. الله يا جماعه جايب لي دي شمعه على حرفي حبيبي يا بابا. حرفك الام ولا الام؟ لا بجد ما حبيبي. افتحه. استعينك صديق.
لا هي ملفوفه خالص انت شت... ايوه لا شنو يتفتح علبة التورتة يعني حاسة عطي الموضوع اكبر من حجمه انا خايفة نفسي الله عطيش كافي بتاعتي لا لما على فكرة المفروض كنت تشتري تورتاية من الكيس من الشنطة الله يا جماعة شوفوا يا جماعة حبيبي يا بابا يا جماعة احنا بنضحك على ماما متغاظة علشان ماما ندى ما عملتش كده في التورته بتاعت ماما مش ماما والله العظيم يا جماعة شكرا اقسم بالله والله جميلة برضه شوفوا يا جماعة بشكرا يا بابا جدا بقولك شكرا من الفيديو عشان قدام الناس كلها بس والله بقيت حركت محلول بجد محلول طب انت بتحكي على ايه رساله يا جماعه من هنا ما استني عشان اوجه رساله جوز بصوا بقى عشان بصوا لا ما تحكميش ما يمكن يجي يعمل لك مفاجاه لا ما حصلش لا يا جماعه اول حاجه ازاي كلمه افتكرتني اخواتي افتكروني فقالت لك نفسها افتكرتني فرح فرح افتكرتني دي في البيت اسمها كارما البيت دي وجوزي جوزي كنا تعالي ولا عبرني حتى ولا لي كوزان طيبة ماما انا هروح حبيبتي ما يمكن هيفاجئك بالليل بصوا يا جماعة انا هاخد علم التورت والهدايا دي وهمشي مع امي دلوقتي ماشي ما تفهميش لا بجد شوفي انا هديكي حتة خدي خدي حتة يا كوكي بس تاكلها تاكلها لا 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 تقف زورها اشتريها يا ماما ليه لا لا بس مستني استني هتندقها زمان ما تاكلها سيبك منها شيليها من بقها بصوا يا جماعه ما بحبش ابدا الامهات اكلي بنتك دي لا 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 ده انا نفسي اقسم بالله يعني كل جوليا. يعني كل الكره دي لما تحطها في بقها ما كانش ما كانش ايه ما طبيعي طبيعي ان الطفل يحطها في بقه بس مش هياكل واحنا صغيرين كان بابا ما يجيب لنا جاتوه كنت انا اكل الجاتوه وادي لندى البتاع الاحمر اللي على الوش ده بابا والله العظيم مش عارفه اقول لك ايه وشكرا يا ماما اقسم بالله والله شكرا بجد والله شكرا العفو ميرسي جدا يا بابا والله مش عارفه اقول لك ايه شكرا انك افتكرتيني وشكرا يا نوسه شكرا يا نوسه انك افتكرتيني شكرا يا فريده عشان ولا قوتي مش مليانه فرح يا ندى دي فرح جايبه لك برضه شوكولاته انت ما انتش فاهمه يا فرح هي بتلعها على عبد الله هي بتلعها على عبد الله شكرا برضو يا فروحه شكرا يا كارما شكرا يا ماما زي ما تفتكرش الامر شكرا شكرا يا ماما يا ماما يلا عشان نحتفل يلا نحتفل بقى انت Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا بندقة سنة حلوة يا جميل يلا حلم 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 حيا ارفع صوت الشمعة بتاعت ندى ليه؟ ما بيهوفش بس يا جماعة خلاص